من احد التحديات والمشاكل اللي ممكن تقابلك لو انت قررت تخش مجال هندسة التشييد هي عدم المعرفة الكافية بكل تفاصيل البنود اللي انت هتنفذها، وده شيء طبيعي نظرا لكمية التفاصيل والمراحل اللي بتعدي عليها عشان تنفذ مشروع كامل ايا كان حجمه، سواء شقة صغيرة او مبنى كامل من الالف للياء. عشان كده أكاديمية بناء للتدريب الهندسي بتقدم لك حقيبة تدريبية متكاملة خاصة بمجال التنفيذ، وهما كورسين أساسيين، كورس إعداد مهندس موقع البريميوم وكورس التشطيبات المعمارية البريميوم. خلال الكورسين دولت بتعرف كل المعلومات الكافية الخاصة بمرحلتي الخرسانات والتشطيبات، ابتداء من الأعمال المساحية وتجهيزات الموقع، مرورا بالأعمال الترابية بكل تفاصيلها، بتفهم معايا إيه هي طرق نسح المياه الجوفية والمواصفات المطلوبة لعمل تربة تأسيس قوية وتحسين خواص التربة اللي عندنا في المشروع. بعد كده بننتقل لمرحلة الخرسانات، واللي بنتكلم فيها عن الثلاث مراحل الأساسية لتنفيذ أي عنصر خرساني، وهي مرحلة الشداد ومرحلة الحدادة ومرحلة الصب. خلال مرحلة الشداد بنعرف جميع أنواع الشدات اللي ممكن نستخدمها في عمل الفرم والقوالب اللي هنصب فيها العناصر الخرسانية، سواء الشدات الخشبية أو الشدات المعدنية بكل أنواعها، واللي زاد استخدامها جدا في الفترة الأخيرة في المشاريع سواء في مصر أو في الدول العربية. بتعرف إيه هي أنواع الشدات المعدنية وإيه هي طرق تركيبها وإزاي بتستلمها كمهندس بتشرف على هذه المرحلة. بعد كده بنخش مع بعض في مرحلة الحدادة، واللي بنتكلم فيها عن تسليح العناصر الخرسانية بكل أنواعها، وبتتعلم إزاي تقرأ اللوحات بكل تفاصيلها وتعرف إزاي تستلم من الصناعي أعمال الحدادة اللي خلص. كمان بنعرف مع بعض جميع أنواع الأنظمة الإنشائية للأسقف، سواء الأنظمة التقليدية أو الأنظمة المتقدمة زي مثلا البوست تنشن بكل تفاصيله أو الأنظمة الإنشائية الأخرى. كمان بنعرف مع بعض إيه هي رتب الحديد المختلفة وإيه المواصفات المطلوبة لاستخدام حديد التسليح في الخرسانة، وكمان اختبارات ضبط الجودة اللي بنعملها على عينات الحديد للتأكد من ان هو مقبول طبقا للمواصفات المصرية والامريكية. بنخش بعد كده في مرحلة الصب، وبنتعلم كل ما يخص مواصفات الخلطات الخرسانية واختبارات ضبط الجودة اللي بتتم على الخرسانة سواء أثناء عملية الصب أو بعد ما الصب يخلص. بتعرف طرق الصب المشهورة وبتبقى فاهم كويس جدا إيه دورك كمهندس تنفيذ أثناء مرحلة الصب بكل أنواعه، وتعرف إيه هي الإجراءات اللي المفروض تاخدها قبل عملية الصب وأثناء عملية الصب وبعد ما عملية الصب تخلص. ده بالنسبة للخرسانات. بنخش بعد كده في مرحلة التشطيبات، واللي فيها بنتعلم كل التفاصيل الخاصة بعملية التشطيب بدءا ببند المباني والبياض وانتهاءا ببنود التشطيبات الديكورية. بنعرف في كل بند ايه هي مواصفات المادة الخام للبند، مثلا لو بند المباني بنعرف مواصفات الطوب، مثلا لو بند البياض بنعرف ايه هي مواصفات الاسمنت الجيد والرمل الجيده والمياه الجيده. بنفهم مع بعض تاسيس السباكه عباره عن ايه ومفروض شبكه التغذيه والصرف تبقى شكلها ازاي عندنا في العماره او جوه الوحدات السكنيه. بنعرف طرق تركيب جميع الاجهزه الصحيه اللي بنستخدمها سواء في المنشات السكنيه او المنشات الاداريه والخدميه واي انواع اخرى من المنشات. بنفهم مع بعض شغل الكهرباء عباره عن ايه وايه مواصفات الأعمال الكهربائية اللي عندنا وتأسيس الكهرباء كيف يتم داخل الوحدات وهي احتياجات العميل من الأعمال الكهربائية واللي المفروض نحققها له وإزاي نستلم مظبوط من الكهرباء. بنخش بعد كده على بند مهم وحيوي هو بند العزل. بنعرف جميع أنواع العزل بكل تفاصيله سواء عزل الرطوبة أو عزل المية أو عزل الحرارة. بتعرف كل نظام عزل إيه هي مواصفاته وإيه هي طريقة تسليمه وإمتى استخدمه وإمتى ما استخدموش. بعد كده بنخش على بند حيوي وبيمثل مرحلة أساسية في التشطيبات وهو بند التكسيات. بنتعلم جميع أنواع التكسيات اللي ممكن نستخدمها سيراميك، بورسلين، رخام، جرانيت، أرضيات خشبية وغيرها من التكسيات الأخرى. بتتعلم إزاي نشطب أرضيات، إزاي نشطب حوائط، إزاي نشطب وجهات. بنعرف مواصفات الخامات الجيدة ومواصفات الخامات الرديئة. بتتعلم إزاي تتفق مع الصنايعي وإزاي تشغله شغل مظبوط طبقا للوحات الشوب دروينج لكل بند. بتعرف إيه هي المشاكل اللي ممكن تقابلك أثناء التنفيذ وإيه هي طرق الوقاية منها وإزاي تحلها.
بتعرف نقطة قوة مهمة جدا لي كمهندس تشطيبات، وهي العلاقات بين البنود. ايه هي العلاقة بين التكسيات والسباكة؟ ايه علاقة بين التكسيات والكهرباء؟ طب ايه علاقة البياض بالحلوق؟ طب ايه علاقة الدهانات بالبياض؟ طب ايه علاقة الدهانات بالتكسيات؟ وهكذا. ودي هتوفر عليك كم كبير جدا من المشاكل وانت بتسلم الوحدة للعميل، لانك انت هيكون عندك المعلومات الكافية عن ترتيب البنود ورا بعض. لما البند ده يخلص ايه اللي يجي بعديه وايه اللي بيجي قبليه وهكذا. بعد كده بنخش على بند الدهانات، وهو بند ممتلئ جدا بالتفاصيل الدقيقة، سواء مواصفات خامات الدهانات اللي بتستخدمها، او انواع الدهانات اللي اتعامل معاها، او طريقة تنفيذها بالشكل الصحيح واللي هتديني الفينش المطلوب اللي انا عايزه. بتعرف معايا الدهانات الداخلية اللي هي دهانات البلاستيك، او الدهانات اللاكيه الدهانات الزيتية، او الدهانات الدوكو اللي هي الدهانات النارية، او الدهانات الاسمنتية دي اللي بتكون مناسبة للواجهات، او الدهانات الصبغية ودي اللي بتكون مناسبة للاخشاب. بتعرف كل تفاصيل انواع الدهانات دي وازاي تستلمها من الصنايعي وتطلع احسن شغل باعلى جودة ممكن. بعد كده بنتكلم على بند اخر، وهو بند التركيبات، وده اللي بيختص بجميع اعمال التركيبات اللي بتتم، سواء شبابيك الوميتال او UPVC، او ابواب خشب، او ابواب مصفحه، او تركيبات للاسقف المعلقه زي الجبسون بورد بكل تفاصيله وانواعه واشكاله ومشاكله وعلاقته مع البنود الاخرى. وكمان بتعرف شغل الكلادنج للواجهات، وهي مواصفات الكلادنج المطلوبه وانواع الزجاج اللي ممكن تركبه، وهي الوظائف والخصائص اللي ممكن تحققها في هذا الزجاج. وبنختم الكورس ببعض البنود التشطيبات الديكورية اللي بننفذها كمرحلة نهائية في التشطيبات، وأعمال لاندسكيب اللي بتتم عشان نقفل بيها المشروع. طبعا ما بننساش موضوع مهم جدا بيحتاجه أي حد ناوي ينضم لمجال التنفيذ، وهي قراءة اللوحات. بنعلمك قراءة جميع اللوحات بكل أنواعها، سواء اللوحات المعمارية أو اللوحات الكهربية أو اللوحات الصحية أو اللوحات الإنشائية. بتبقى عارف كل رمز في اللوحة ده معناه إيه، بحيث يكون البند واضح ليك جدا، سواء كمواصفات أو كلوحات ورسومات. مع إتمامك للكورس بتكون مؤهل تماما للعمل بشركات المقاولات الكبرى، سواء في مصر أو في الدول العربية، وبيبقى عندك المعرفة الكافية عشان تقدر تدخل بيها مجال التشطيبات. إن شاء الله تكون تجربة موفقة ليكم وخطوة سليمة في الاتجاه الصحيح. تحياتي.